السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل ملاقية سهلة جدا وبسيطة، ممكن انك تجمعي بها الاطراف ديال الجلابة او القفطان. فهاد الملاقية هادي معروفة وكيخدموها بزاف ديال السيدات في الجلالب ديالهم. المهم غادي نخدمها معاكم اليوم ان شاء الله. فاول حاجه تنديروها وان احنا تنثبتوا الخيط في التوب، يعني كديري درايبل تحت ومن بعد واحد درايبل فوق، وحاولي انك تقربي المسافه لان احنا هاد الملاقيه هذه هي رقيقه، الحجم ديالها رقيق. فهادشي علاش هادشي اصلا هو اللي كيسهلها وكيخلينا ان احنا نخدموها بشكل يعني كتير، لانها كتسهل علينا الخدمه والنيدر ديالها كذلك زوين. فعندك هنا كترجعي وكديري واحد ضربه لتحت وكترجعي ديري ضربه اخرى لفوق، يعني هنا المجموع ديال هاد الغريزات اللي احنا خدمناهم جوج لتحت وجوج لفوق. الان تابعوا معايا مزيان، غنخلي الخيط في هاد الاتجاه هذا على اليد اليمنى، وبطبيعة الحال الابره شادها باليد اليمنى، وغندخل الابره اسفل هاد الضربات كاملين باش ندير هاد الحبكه هادي ولا هاد الخدمه هادي. المهم بهالطريقه كتعاودي ترجعي الخيط في هاد الاتجاه وديري درايبل تحت. ساهله يعني هاد الملاقيه ساهله بزاف وفي متناول الجميع خصوصا الاخوات المبتدئات. المهم كديري درايبه ديالك الفوق او الغريزه الفوق، وغادي نحاول انني نرجع الخيط في هذا الاتجاه هذا. دائما شوفوا معايا الشكل ديال الخيط، وغنرجع الابره في هذه الغرزه هذه. لاحظوا معايا مزيان ما بين هذوك جوج ضربات اللي عندي في التوب الاخرين، كتدخلي الابره في هذيك النقطه بالضبط وكتعطيك هنا واحد الحبكه. هي ماشي حبكه، هي راها غرزه غير لان الحجم ديالها كبير فكتبان بحال الحبكه، لان الحبكه كتكون الشكل ديال الخيط كيكون معاكس، يكون بحال هكا مثلا. مثلا كديري الخيط بهذا الشكل هذا وكتكوني غتخدمي حبكه، ولكن حنا دابا حيت غنديروا هاد الغرزه الفوق. لاحظوا معايا مزيان، غادي نحاول انني ندخل الابره في هاد النقطه هذه ما بين هادوك جوج ديال الغرزات اللي كيكونوا عندك في التوب، وكتعطيك هاد المنظر اللي كيجي زوين، يعني في المنظر ديالها تيجي زوين. سبق ليا وضعت واحد الملاقيه اللي شبيهه بهاد الملاقيه هذه، فيها ضربه الفوق وضربه لتحت وغريزه في الوسط، يعني كديري غرزه في الوسط وكتمشي. حتى هي ساهله وبسيطه بزاف، ممكن ترجعوا للقناه غادي تلقاوها. المهم هادو انواع ديال الملاقيات اللي كيكونوا ساهلين وبساط وحنا كنخدموهم بزاف، هما اللي كيكونوا يعني نوعا ما مطلوبين، يعني الواحد على الاغلب باش انك تلاقي يعني الجوانب ديال الجلابه كامله، الكم والقب وكل شيء، يعني المسائل ديالك كامله، فخصك واحد الملاقيه اللي تكون سهله والمنظر ديالها زوين. يعني ما يمكنش انا غندير واحد الملاقيه عريضه وكتشد اليد بزاف، ما عدا بطبيعه الحال الا كانت السيده هي اللي بغاتها، يعني مولاتها هي اللي بغاتها، فطبيعة الحال ماشي إشكال. ولكن حنا كنفضلوا الحوايج اللي كيكونوا ساهلين وبالزربة كيطلعوا. فلاحظوا معايا مزيان، هذه هي الملاقية ديالنا ديال اليوم، كما قلت لكم سهلة وبسيطة بزاف. نخليكم مع هذا المقطع الموسيقي، كنتمنى أن ينال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أن هذه الخدمة تنال القبول والإعجاب ديالكم إن شاء الله، وهي راه ساهله ومعروفه يعني الاغلبيه كيخدموها. فنتلاقاو في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله.
فهذا هو الشكيل ديالها. كنتمنى ان هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله عما قريب غننزل واحد الدورة خاصة فيها فيديوهات على طريقة الفصالة ديال اللباس العصري. المهم ماشي اللباس كامل، غير بعض الانواع ديال اللباس. مهم انا غنحاول هذاك الشيء اللي انا كنعرف غنحاول انني نعطيه لكم ان شاء الله في هذه الدوره هذه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش بارطاجيو هذا الفيديو مع الصديقات ديالكم وضغطوا على زر الاعجاب، وشكرا على المشاهده.